المغرب مستهدف، ولا سيما ان التصريح ديال بان كيمون يعني له مؤشر قوي بان هناك يد خفيه هي التي دفعته الى التصريح بهذا. هناك جهات التي تسيره وهي التي تقوم بتوجيهه وفق منظورها، ولا سيما كنشوف في نظري الشخصي وهي التوجه الامريكي. تنظن ان كاين شي حاجه من مور هذا الشيء، يد خفيه من هذا من مور هذا الشيء. الحمد لله بلادنا ديما هتبقى امنه الى 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 مدى بعيد ان شاء الله. الصحراء مغربيه وتبقى دائما مغربيه، والمغرب بلد فيه الشرفاء وعلى راسهم جلاله الملك محمد السادس نصره الله، والمغرب ما عمره يتمس من اي جهه كانت. خاص يبقى المغرب يعني يبقى فريق الدبلوماسيه ديالو، يبقى لانه كان مؤامره، ما يمكنش ما تكونش مؤامره. كاين الجزائر، كاين البوليزاريو اللي باقي ما بغاش يفهموا دابا بان الامر قضيه، الامر الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، وان هذه مناورات ما غادي يدي حتى لبلاصه. الخطاب ديال صاحب الجلاله راه بين كل شيء. الزياره الاخيره ديال صاحب الجلاله كيثبت بان كل ايادي خفيه كتمس بالصحراء المغربيه كتمس دول الخارج بكامله، ما صبحتش قضيه مغربيه، صبحت قضيه العالم العربي. واحد الايادي خفيه اللي كتستهدف الوحدات الترابيه المغرب، وداك الشيء كيتضح من الزياره اللي دارها بان كيمون للجزائر الشقيقه، اللي هي على علاقه مع ايران، اللي هما عندهم واحد المخطط اللي يحاولوا ربما باش كينفيو الصفه اللي عندنا حقا وقانونا وتاريخا وشرعا في الصحراء ديالنا اللي هي مغربيه، وكيقولوا العكس انها صحراء غربيه، وهذا توهم منهم وهي هلوسه، وانه كمسؤول اممي انه يصرح بهذه الطريقه باش يضمن المجلس ديالو الولايه الجايه. التصريحات ديال بان كيمون ما كتجيش من فراغ ولا مبادره ديالو شخصيه، هي كاينه كونسبيراسيون كتقيس كاع الدول العربيه الاسلاميه، والمغرب بطبيعه الحال هو غادي يكون معني بهذا الامر. ولكن الحمد لله لا الرؤيه الملكيه ولا التعاون اللي كاين ما بين الدول، سيرتو الدول ديال الخارج مع المغرب، يعني داروا حد لهاد لا كونسبيراسيون اللي كانت باقه في فلومبريون ديالها. وحنا عندنا اليقين بانه مخطط غادي يؤول الفشل، والصحراء ديالنا وما كاينش اللي غادي يحيدها لينا.